بلينغ عبر اليوم. أهلا بكم مشاهدينا، أنا مروان زعتر وأحييكم من واشنطن. هذه بلينغ جديدة، كل الأحداث بعيون السوشيال ميديا. البداية من تونس، وفيديو على الفيسبوك حمل عنوان المرزوقي يغادر مسرح الجم تحت وابل تصفير ورفض من الجماهير. لنتابع. دائما مع هاشتاغ تونس وأزمة المياه، توبيك حملها سامي بن غابريا ويقول صرخة العطش من مناطق الثورة في تونس، وهذه هي هاشتاغ رجع الماء. مشاهدينا، شيخ العرب الهواري غرد بتوب تويت جديدة وكتب يقول رجع الماء لا لحكومة الترويكا، ثورة العطش قاتمة ودائما هاشتاغ تونس. طب تويت جديدة لأكونت حلال، عملنا ثورة باش نقفزوا على التاريخ، قفزوا بالثورة ورجعونا إلى ما قبل التاريخ. من تونس ننتقل إلى السودان المنتفض والذي ما زال يشهد مظاهرات، وفيديو جديد على اليوتيوب لمظاهرات جامعة الخرطوم. تطبيق عبر تويتر للسودان ينتفض، النساء قدام يقدن عين الشمس، وهذه هي الصورة التي تم تحميلها على تويتر. تطبيق جديدة حملتها دير أرب سبرينغ، اليوم ينتفض وينتفض حقا، إشارة إلى السودان، وهذه هي الصورة التي تم تحميلها على موقع تويتر. تطبيق جديدة حملها عبد السلام وقال الحرية لرضوان داود ناشط حركة جرفنا الذي اعتقل يوم الثلاثاء في مظاهرة منطقة الحاج يوسف، وهذه هي صورة المعتقل رضوان داود. مشاهدينا، في نفس السياق صحيفة الركوبة الإلكترونية على الفيسبوك حملت مقالة عنوانها رضوان داود ورفاقه بالحاج يوسف يواجهون تهمة الإعدام. للمزيد بشأن المعتقل رضوان داود الذي تم القبض عليه مع رفاقه أثناء مظاهرات الحاج يوسف، معي عبر سكايب نانسي داود زوجة المعتقل رضوان من مدينة أوريغون في ولاية بورتلاند. أهلا بك سيدة داود، بداية هل استطعت التحدث مع رضوان وهل من أخبار عن صحته وعن وضعه الصحي؟ Yes, thank you. نعم، شكرا. لقد تمكنت أخيرا من الحديث معه بعد أن عرفنا عن الاتهامات قبل يومين، وهو في وضع أفضل الآن، وتم نقله إلى سجن في أم درمان حيث يعامل بشكل أفضل. أولا كان هو في سجن خاص بالأمن الوطني وكان من الصعب بالنسبة له، وكان هناك تعذيب في البداية، ولكن بعد أن عرفت وسائل الإعلام عن قصته تمت معاملته بشكل أفضل، وهو الآن في سجن جديد ولكن الظروف لا تزال سيئة، فهو ينام على الأرض وهناك الكثير من الحشرات والبعوض والمكان قذر جدا، ووالده وأخوه الاثنان مرضى ويحتاجان إلى نقلهما إلى المستشفى، الأوضاع سيئة جدا. نعم بالفعل، كما ذكرت هناك اهتمام كبير من كل وسائل الإعلام الأمريكية وحتى أيضا العربية. طيب لماذا تم تأجيل المحاكمة إلى 27 من الشهر الجاري؟ هل لديك معلومات سيدة داود؟
لقد تأجلت المحاكمة حتى 23 من يوليو، وكانت هذه هي آخر المعلومات التي وصلتني، وهذا جزء من تكتيكاتهم، فليس لديهم أي دليل ضد أي منهم، ورضوان يحتجز كسجين من سجناء الضمير، وليست هناك أي قضية قانونية ضده، وإنما المسألة سياسية، هي جزء من تكتيكاتهم، وهم مستمرون في التأجيل، وحتى يوم 23 يوليو ربما لا نرى أي نتائج، وربما يقررون تأجيل المحاكمة من جديد. ولكن سيدة داود، يعني ربما هذه المحاكمة يعني تصل عقوبتها إلى الإعدام، يعني هل قمت بأي خطوات أو بأي وساطة أمريكية للتدخل، خاصة كما ذكرت أن العقوبة من الممكن أن تصل إلى الإعدام؟ Yes, really. نعم. The accusations against him, الاتهامات الموجهة إليه خطيرة جدا. The criminal organization and وعملية التنظيم الإجرامي، وهذه عقوبتها 10 سنوات وربما الإعدام، وحاولنا التواصل مع الجميع هنا في أمريكا وفي أنحاء العالم، وكان هناك مقال رائع بالأمس كتبه نيكولاس كريستوف، وجون زوغبي كان هو الكاتب، وجورج ستيفانوبولس أيضا أشار إليه. أيضا اتصلنا مع منظمة أمنيستي الدولية أو العفو الدولية، وذكر اسمه في تقريرها. كنا نحاول الوصول إلى أعضاء الكونغرس وإلى الممثلين في الكونغرس، ونعمل كل ما نستطيعه للتعريف باسم رضوان والآخرين. نعم سيدة داود، حتى يتم تحريرهم. نعم، أيضا كان هناك مقالة جدا رائعة في نيويورك تايمز، لا أعرف إذا قرأتها أو لا. هناك تحرك جماهيري كبير في السودان لهذه القضية، ما جعل القاضي قاضي اليوم يعني يهرب خوفا من الجماهير. تحدثي عن التحريك السياسي، ربما هل هناك أي تحرك جماهيري تنون القيام به دعما بالطبع رضوان داود ورفاقه ولكل ما يحدث في السودان؟ أعتقد أن رضوان هو قائد من قادة الحركة المدنية، وأنا أؤمن ببراءته، ولا يوجد أي دليل ضده، وهناك الكثير من المتطوعين من المحامين الذين يوفرون له الدعم في السودان، وبالتالي علي أن أتحلى بالإيمان في النظام وأنهم سيفعلون كل ما يستطيعونه لتحريره. نعم، هل لديك رسالة أخيرة؟ أود أن أقول أي شيء تستطيعون عمله، أنا أعرف أن هناك الكثير من الناس المعتقلين وهناك الكثير من الاضطرابات في السودان، وأنا أدعو وأصلي لهم جميعا، وسوف نستمر في رفع أصواتنا للتعريف بقضيتهم حتى نخرجهم من السجون بسلامة. أنا حاملة الآن و أحمل بطفلة اسمها السودان، وأود من زوجي أن يعود. نعم، نعم، عندما سيدتي. تولد. نعم، إن شاء الله خلاصك بالسلامة. ألف شكر لك، وإن شاء الله الإفراج لرضوان داود ولكل المعتقلين. كنت معنا من بورتلاند في ولاية أوريغون. شكرا جزيلا لك سيدة نانسي داود على هذا اللقاء. مشاهدينا، سجلت شرطة دبي حوالي 240 حادث ثير، إضافة إلى 73 بلاغ عن سقوط أو اقتلاع أشجار ولافتات طرق، فضلا عن تحرك حواجز بلاستيكية إلى منتصف الطرق نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها الإمارة. لنتابع. الفيديو التالي لكلب ذكي جدا يقوم بجمع الفلوس لصاحبها المشرد، ما هي الطريقة؟ تابعوا معي من خلال فيديو على اليوتيوب، وصل عدد مشاهديه إلى حوالي 375 ألف مشاهدة. لنتابع. أوه.
Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. That boom, 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 boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow. إلى الفيديو الأخير في بلين كان يحاول صيد بعض الأسماك لتحضير وليمة الغداء، فكانت المفاجأة صيد ثقيل وثقيل جدا، إنه سمك القرش. يمكن سمك القرش بيوفي أكثر بطعم الضيعة كلها. مشاهدينا بلينك انتهت اليوم، لا تنسوا فولو أس عبر تويتر ولايك أس عبر الفيسبوك. اليوم شو ألقاكم يوم الأحد القادم.